السلام عليكم. بصفتي عميد عجبة الضايعين يسعدني أن أفتتح جلسة الحوار المفتوح مع الأخ الجديد عبيد. تحية عبيد. يا هلا والله ومسهلا، يلا حي الشباب. وجمعان عاد شف انت وياه، هذا عبيد ما في غيره، كريم ولد كريم. وأنا صبر. وزيبان مرحبا ألف مرحبا ألف يا عبيد، عداد ما سرت من محلك لهني. جمعان وزيبان جاهزوا أسئلتكم. وأنا طايح من عينكم يعني؟ اللي سمع اسمه يسأل بس. فاهم يا دوي. طبعا يا شباب نبدأ الجلسة. قوم انت الثاني، قوم انت بلايستيشن اللي مشنطتك، ايش قاعد تستنى؟ ما خلاص ما بقي الا انت، تعال نعلن الحرب في العجبة. ما له داعي الكلام هذا يا حمزة، كفاية اللي وصلنا لحد الآن. وصلنا ليه وليه؟ والله ما صرت عارف ايش اللي قاعد يصير في العجبة يا حمزة. لا تهمهم على نفسك يا حمزة، لا صاب ولا منصاب، ترى الشق صار اكبر من الرقعة. يعني هذا اخر الحلول عندكم يا عيال؟ جمعان جيبان يا عيال، هذه اخر العجبة كذا تنتهي؟ اخر الطب كيا حمزة. ايوه يا حمزة، العزبة ما صارت تتحملنا ولا تحتمل اختلافاتنا، والبيت اللي ما يحتمل عياله لازم يتركونه. هذا آخر كلام عندكم؟ أزف الرحيل يا حمزة، أزف الرحيل يا صديقي. أزف أزف الرحيل. طيب وين حتروح؟ طيب أقول لي زحين وين بتروح؟ خلونا نعرف على الأقل ليش حنسوي. أرض الله واسعة يا حمزة، واللي ما يضفه بيت أبو هلا بيضفه الشارع ويلتمون عليها الأجناب. يا شباب الله ما يصير، هازم يصول بوشك يا شباب، فكروا شوية، اللي تكسر يتصلح. تتركوا عجبتكم وأخوانكم وتسلموا روسكم وقلوبكم للغرب؟ يا أبويا أشبكوا، ما تسمعوا ما تفهموا؟ العجبة هذه صارت عجبتكم، عجبتنا كلنا. فين راحت عهودنا؟ فين راح الكاش كلش؟ فين راح براد الشاهي؟ قوارير الموية؟ المصير المسترك؟ نسيتوا يا عيال؟ ما نسينا، ما نسينا شيء يا حمزة، بس إذا الأخو يطعن أخوه حضن الغريب أولابه. مصير مشترك يا حمزة، ها؟ كلها سوالف، كلها خراط فاضي، مصير مشترك ها، وكل واحد منا ينهش لحم اخوه. مصير مشترك ها، وحنا نشكك في نوايا بعض. مصير مشترك ها، وحنا نتهم بعضنا ونتجسس على بعض. لا مستحيل مستحيل يكون اللي احنا فيه هذا حقيقه، اكيد هذا حلم حلم، أكيد في أيادي خارجية قاعدة تتآمر علينا علشان تهد العجبة على رؤوسنا. أيادي خارجية يا حمزة؟ الله يرحمك يا جدتي غرسة، كانت تقول دود الحماط من جذعة. مع أني ما أعرف وش الحماط ولا فهمت من كلام جدة جمعان شيء، بس جمعان صادق. الحماط هو التين يا ذيبان، حمطوبك ما تعرف التين؟ سيبنا من التين والبرسوم والحاجات هذه يا جمعان، وخلينا نشوف لنا حل، خلينا نشوف لنا حل في الحالة هذه اللي وصلنا فيها في العجبة. طيب أنا حقول لكم على حل، إذا كان دخول العزبة وأنا والبلايستيشن بسبب صراع أجيال ومشاكل زي ما تقولوا، أنا مستعد أشيل أغراضي وأمشي، ويرجع أمن العزبة وهدوها زي ما كان أول، وجمعان يقدر يرجع الكيرم كمان. العزبة، تمثيل ياسر الشمراني، درعان الدرعان، عليان العمري، فيصل الشهراني، أحمد إبراهيم، تأليف سعيد الأحمد، إخراج أيمن رزق.